أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا المساء وفي ملفات اليوم نناقش: استمرار المظاهرات في إسرائيل المطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ومحكمة العدل تقرر إنهاء الإضراب الذي دعت إليه نقابة العمال باعتبار أنه سياسي، وتقارير تكشف أن إدارة بايدن تعد مقترحا جديدا ونهائيا لوقف الحرب بالتشاور مع مصر وقطر. أما نتنياهو فيؤكد أنه إذا خرجت إسرائيل من فيلادلفيا فالعالم لن يسمح لها بالعودة إليه. وأرحب بضيوفي الآن، ينضم إلي هنا في الاستوديو أستاذ جاي بوران، طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ جاي معنا في هذا المساء. ولكن قبل هذا بالطبع سنواصل فيما يتعلق باستمرار المظاهرات في إسرائيل، إذ في وقت تواصل به المظاهرات في إسرائيل المطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، أوضح نتنياهو أن إسرائيل لن تغادر محور فيلادلفيا لا بعد 42 يوما ولا حتى بعد 42 عاما بحسب تعبيره، وبالتزامن مع كشف تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد مقترحا جديدا ونهائيا لوقف الحرب بالتشاور كذلك مع مصر وقطر. أكد بايدن أن التوصل لاتفاق أصبح قريبا للغاية، ولكن نتنياهو لا يبذل جهد كافي بهذا الشأن. إذن هل ستؤثر الاحتجاجات على نتنياهو، وهل ستنجح الإدارة الأمريكية في تقريب وجهات النظر هذه المرة عبر هذا المقترح الجديد الذي كشف عنه؟ نناقش مع ضيوفي بعد قليل. أرحب مجددا بأستاذ جاي بوران، طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، كما ينضم إلي من نيويورك المحلل السياسي دكتور نصير العمري. وكذلك أرحب بالأستاذ ميخائيل كلاينر رئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود. أهلا بكم جميعا. دعوني أن أبدأ معك أستاذ ميخائيل. يعني أستاذ ميخائيل، بداية، كيف تعقب على استمرار هذه المظاهرات في الشوارع الإسرائيلية، والتي يمكن القول تتزامن مع تصريح لافت للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يوضح بأن نتنياهو لا يبذل جهد كافي للتوصل إلى صفقة في هذه المرحلة، كيف ترى هذا؟ أنا متفاجئ من غير الواضح لي لماذا حماس يقتل بدم بارد وبشكل صعب، والناس لا تذهب للتظاهر ضد حماس ولكن تذهب للتظاهر لكي تعطي حكومة إسرائيل جائزة لحماس على جريمتها النكراء. هذه التظاهرات لن تؤثر على حكومة إسرائيل لكنها تؤثر على حماس. لو كنت أنا حماس وأرى هذه التظاهرات فلن أتنازل ولن أبدي أي مرونة، ربما سأقتل عدد آخر من المطلوبين وإسرائيل ستتنازل أكثر. نعم أستاذ ميخائيل، سأتوسع معك في نقاط أخرى خاصة فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين وهذا الموقف للرئيس بايدن. أستاذ جاي، بداية، كيف تعقب على هذا التصريح خاصة للرئيس الأمريكي جو بايدن؟ وألا تعتقد أنه في نهاية المطاف كل هذه المظاهرات وهذا التصريح يخدم حركة حماس أكثر من الجانب الإسرائيلي؟
لا بشكل قاطع لا. أعتقد أن بايدن مخطئ حينما يقول أن نتنياهو لا يفعل ما فيها الكفاية. بيبي يفعل الكثير ولكن الكثير من أجل إحباط الصفقة وعرقلتها ولكي لا يعود المختطفين. نتنياهو في شهر أيار وضع خطة مقترحة وافقت عليه حماس، لم يذكر فيه أي شيء عن محور فيلادلفيا. وحينما وافقت حماس بعد عدة أسابيع في تموز، نتنياهو قرر أن يدخل بعض التعديلات ويصبح محور فيلادلفيا وكأنه أهم شيء في وجودنا. محور فيلادلفيا الذي يقول كل قادة الجيش، وزير الأمن، قائد الأركان، كل الجيش، كل المحللين جميعهم يقولون أن محور فيلادلفيا هو هراء يمكن لنا أن نحتله خلال 48 ساعة. في هذه النقطة نتنياهو أوضح أنه في حال انسحبت إسرائيل من محور فيلادلفيا، هذا المحور الذي يعد هام جدا والجميع يعلم أهمية هذا المحور، لا يمكن لإسرائيل أن تعود لأن العالم لم يسمح لها بالعودة إليه. كيف تعود؟ ولكن هذا هراء لأن العالم لم يمنع من إسرائيل الدخول إلى رفح، العالم لم يمنع من إسرائيل الدخول إلى غزة، وإذا ما خرقت حماس بمليمتر إن لم يعود للتهريبات فلن نعود مجددا للمحور. ولكن إن خرقت حماس ويقول قائد الأركان يمكن لنا أن نعود خلال 48 ساعة، ما يقوله كلاينر وآخرون هم أشخاص يؤمنون بكذب نتنياهو. نتنياهو بنفسه لم يأتي إلى محور فيلادلفيا ولم يصر عليه، كان بالإمكان أن نحتل فيلادلفيا قبل 18 أشهر. لماذا لم نحتله؟ لماذا في تلك الفترة لم يكن المحور أهم شيء في وجود إسرائيل؟ لأنها كذبة وهراء وكل العالم يعرف هذا وكل الإسرائيليون يعرفون هذا. أستاذ قيس، سأتوسع بكل النقاط التي ذكرتها، ولكن دكتور نصير، يعني ربما هنا ضيفي يمثلان الجدل في إسرائيل حول صفقة التبادل، أهمية البقاء في فيلادلفيا، ولكن سأبدأ معك فيما يتعلق بموقف الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة مع التقارير التي كشفت عن أن الإدارة ربما تحاول نص اتفاق جديد في نهاية المطاف أو في هذه المرحلة تشاور مع مصر وقطر. ما المتوقع برأيك أمريكيا فيما يتعلق بالصفقة المطروحة؟ تحية لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين. السيد بايدن وإدارته يعانون من نفس المشاكل التي يتحدث عنها الضيفان، وهو أن هناك مشكلة، الكل يتحدث عن وقف الحرب على أساس أنها مشكلة أمنية عسكرية، ولكن أيضا هذه لها جانب سياسي وتطرح أسئلة ما الذي سيحصل بعد وقف الحرب، ما هو مصير حماس، ما هو مصير الوجود الإسرائيلي في غزة. إذن نفس المشاكل تعاني منها السيدة هاريس عندما تتكلم عن هذا الموضوع وكذلك السيد بايدن. ولكن الحديث عن صفقة أو عرض نهائي، وسمعنا هذا من قبل عدة مرات، ويقال جديد ونهائي. السؤال، ما هو الجديد سيكون في أي عرض مطروح؟ أظن بأنه سيراوح نفس النقاط التي يتحدثون عنها، ولكن هذه كلمة نهائي، هذه كلمة مفتاحية، نهائي قبل الانتخابات أعتقد. وأظن بأن هذا تحضير من السيدة هاريس للقول بأننا حاولنا أن نقنع العرب والإسرائيليين أن يصلوا إلى اتفاق ولكنهم يرفضون، وهذا ما ستقول السيدة هاريس. ما الذي يمكن أن نفعله مع حماس ونضغط عليها وعلى حكومة إسرائيل؟ يعني هناك من يتساءل لماذا الإدارة الأمريكية تضغط، وبالطبع مع الوسطاء مصر وقطر، لماذا تضغط على إسرائيل؟ يعني هل نحن نعلم أن السنوار سيوافق على كل مقترح في هذه المرحلة، مقترح أمريكي؟ يعني أعتقد بأنه ما تفضل به الضيفان من أن محور فيلادلفيا هو المشكلة الرئيسية، ولا يريد نتنياهو تجاوزها، لأن نتنياهو لا ينظر إلى الموضوع فقط كمشكلة أمنية عسكرية،
هو يخشى من يعني الجوانب السياسية عليه وعلى المنطقة، ويتحدث الرجل عن إيران وعن أن إيران أنه يهاجم من 5 جهات، وهذا رجل غير مستعد لحد الآن للاعتراف بحماس كشريك سياسي. دكتور نصير، ولذلك تستمر هذه المشكلة. نعم، ابقى معي لو سمحت. أستاذ ميخائيل، ربما تريد التعقيب على ضيفي أستاذ جاي بوران، ولكن هنا طرح السؤال: لماذا الآن بدأ يقول نتنياهو أنه يجب البقاء في محور فيلادلفيا لتحقيق أهداف الحرب، ونحن نعلم أن لربما منذ بداية الحرب وكل الأشهر الأولى من القتال لم يقل نتنياهو أنه يجب على الجيش البقاء أو احتلال محور فيلادلفيا؟ الجيش هو فن، وجاي رجل عسكري ويعرف أن الحروب هي أمر ديناميكية والأهداف تتغير، وأعتقد أنه فقط خلال الحرب اكتشفنا كميات السلاح والذخيرة التي مرت تحت محور فيلادلفيا في السنوات الأخيرة. اعتقدنا أن مصر سدت وأغلقت وأوقفت، لا أعرف إن كانت مصر تعرف ما الذي يدور هناك أو كان موظفون مصريون تلقوا رشاوي. اليوم حينما الحدود حرة، هذا سيشكل معضلة أمنية. لا جدل بين أوساط الأوساط العسكرية بشأن المحور. حينما يقول أنه يمكن العودة إلى المحور، هذا يذكرنا المحور عند أوسلو. المستوى العسكري أستاذ ميخائيل هو من يقول أنه بإمكان إسرائيل والجيش الانسحاب والعودة إلى هذا المحور. نخون صحيح، هم يقولون هذا وأنه بإمكاننا أن نعود، وما الذي يمكن لحماس أن تقوم به بستة أسابيع. صحيح أنه توجد مشكلة سياسية. يذكرني بعد أوسلو قال رابين أنه لو أعطينا السلطة الفلسطينية لعرفات برودة واحدة أطلقت النار على فلسطينيين سنلغي اتفاق أوسلو وسنحتل غزة من جديد. لم نلمس ذلك، لم نرى ذلك. أطلق النار الفلسطينيون من سلاحهم ومن ذخيرتهم ولم نحتل غزة حتى هذه الحرب الحالية. محق نتنياهو، لكن هناك حينما يقول أنه توجد صعوبة بالعودة إلى المحور إذا ما انسحبنا منه، لذلك إصراره في مكانه. وأنهي، أعتقد أن لو كان مقترح للرئيس بايدن وكل المشاكل الأخرى ستحل، أعتقد أن نتنياهو أيضا فيما يتعلق، ولكن نعلم بحسب ما تطرق إلى الوثيقة التي تم الكشف عنها، خاصة ربما كان يقصد أستاذ جاي إلى موقع واينت الذي كشف عن هذه الوثيقة التي كان لربما اقتراح للتوصل إلى اتفاق بإعادة المختطفين ووقف الحرب، ولكن تفاجأت الحكومة حينما وافقت حماس على أغلب الشروط التي وضعت في هذه الوثيقة، ومن ثم لربما تم تغيير بحسب ما كشف تغيير بعض الشروط من أجل محاولة عرقلة التوصل إلى اتفاق. أستاذ ميخائيل سأعطيك أن تعقب، تفضل. أنا سمح أستاذ ميخائيل سأعطيك أن تعقب لو سمحت. نعم نعم أستاذ جاي بجملة. نعم، لنعطي أستاذ ميخائيل ومن ثم تفضل. أنا أعرف أنه كانت وثيقة كهذه الحكومة تنفي، وأقول لننظر المستقبل أهم من الماضي. لو تم التوافق على باقي النقاط فيلادلفيا لن يكون عائق. نتنياهو يعرف كيف يدير المفاوضات، وربما إصراره على محور فيلادلفيا هي التي ستجلب إلى اتفاق، لأن السنوار سيضطر للتنازل عن شيء ما. وحينها أيضا في مسألة فيلادلفيا، إذا بقيت هي الوحيدة إسرائيل ستصل إلى الحل وسط. نعم تفضل أستاذ ميخائيل. أنا سمح شديدي ما كلاينر خزر لأوسلو، أنا صديق كلاينر يعود إلى أوسلو ولم يعود إلى الانسحاب من سيناء بعد اتفاق حرب 73. ولكن الاتفاق الذي وضعه نتنياهو في أيار ونشره الأمريكيون لا يستطيع أحد نفي ذلك. ولكن بشأن ما قلت عن محور فيلادلفيا، محور فيلادلفيا إذا بقي فيه الجيش الإسرائيلي هو محور تحت فوق الأرض، لا توجد تهريب هنا. التهريب يتم عبر الأنفاق، الأنفاق يمكن حفرها من مصر إلى عمق قطاع غزة حتى وإن وجدت إسرائيل
في محور فيلادلفيا. لذلك كل الحديث عن الحديث رأينا ماذا فعلت كل حواجزكم في 7 أكتوبر، ولكن هذا كذب. لا يوجد، لم يمر عبر الجدار، مر تحت الجدار وفي محور رفح. أستاذ ميخائيل، لا نسمعك في هذه المرحلة، لو سمحت. تضايق وتزعجني. لا يمكن بهذه الطريقة لنحترم المشاهد. ستعقب بدورك أستاذ ميخائيل، المشاهد لا يفهم بهذه الطريقة. تفضل جاي. المسألة كما قال الضيف من نيويورك، القضية هي سياسية. نتنياهو يعرف، وهذا القصة منذ بداية الحرب، أن شركاه سموتريتش وبنغفير يبتزونه وهم لا يخون ذلك. هم يقولون يوميا ويظهرون بذلك أنه إذا ما وقع على اتفاق استمرار حكومته. هذا بيبي لا يهمه، لا فيلادلفيا ولا التهريب ولا ما يقوله الجيش، هو يريد الإبقاء على حكومته. ولكن يعني ربما أنت تحمل مسؤولية بنيامين نتنياهو، ولكن هناك من يتساءل كما طرحت مع دكتور نصير، هل أنت يعني تؤمن بأن السنوار يريد التوصل إلى صفقة في هذه المرحلة؟ أنا لا أعرف ما الذي يريده السنوار، لكن سنوار وحماس وافقوا على مبادئ 27 من أيار. بقي حينها تفاصيل محدودة جدا. ما أعرفه أن نتنياهو يريد أن تستمر الحرب، أن تتطور. هو يريد أن تدخل الولايات المتحدة إلى إيران، ويريد أن تتحول الحرب إلى حرب إقليمية، لأن هذا سيحل مسألة محاكمته، وسيظهر للشعب وكأن إيران الآن وكل الغرب يحارب إيران. هذا مناسب لسموتريتش وبنغفير الذين يريدون حرب يوم القيامة. هذا هو الوضع. نعم أستاذ دكتور نصير، قبل أن تعقب أستاذ ميخائيل لو سمحت، دكتور نصير، يعني كما طرح هنا ضيفي، لربما الاعتقاد السائد أنه في نهاية المطاف سينجح نتنياهو في جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، إلى أي مدى يمكن أن نرى لربما أي خطوات من قبل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل الانتخابات المقبلة؟ يعني أظن بأنه إدارة السيد بايدن والآن السيدة هاريس هي تعلم بأن ما يصرح به نتنياهو بشكل واضح، وهو يجب أن يتم توجيه ضربة لإيران، يعلمون بأن هذا هو محاولة يعني استغلال لقضية غزة من أجل ملاحقة كل أعداء إسرائيل. ولكن الأمريكي يعلم بأن هذا يعني جر الولايات المتحدة والشعب الأمريكي إلى حرب في الشرق الأوسط، ولا يوجد حديث في الحملات الانتخابية عن حروب مع إيران. الشعب الأمريكي لا يريد حروبا مع إيران. وأظن بأنه أيضا القناعة العميقة لدى السيد بايدن الذي يقول بأنه يعني صهيوني هو أن نتنياهو. ونحن نتحدث دكتور نصير إن سمحت لي، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض تحدث اليوم بحسب ما يكشف في البيت الأبيض الآن لربما مع رئيس الوزراء القطري ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أي رون ديرمل، برأيك ما الذي جاء في كل هذه الاتصالات؟ يعني لا أحد يعلم، ولكن أظن بأنه السيد بايدن والسيدة هاريس يريدان وقف لإطلاق النار بشروط محددة، بينما يحاول نتنياهو من جهة والسنوار من جهة أخرى الحصول على ضمانات أمريكية لوضع ما بعد الهدنة، وهذا يحمل هذه الهدنة أكثر مما أن تحتمل. والحلول السياسية لن تأتي من نتنياهو ولن تأتي من السنوار، يعني هذان الرجلان لا يتحدثان عن تهدئة والعودة إلى 6 أكتوبر، هؤلاء يعني يتحدثان عن توسيع للمعركة، القضاء على أعداء إسرائيل من جهة، والسنوار كما تفضل الضيف يريد أن تدخل الأردن والضفة على خط المواجهة. فمن الواضح بأن السنوار ونتنياهو يحاولان استخدام هذا التدخل الأمريكي لتوسيع تحقيق الأهداف السياسية غير المتصلة بوقف هذه الحرب بسبب معاناة المدنيين وإطلاق الرهائن الإسرائيليين.
إذا أظن بأننا سنراوح مكاننا حتى وإن تم هناك هدنة ما دام السنوار ونتنياهو يقودان الشعب الإسرائيلي والفلسطيني كل من جهته. نعم دكتور أسر ابقى معي، نذهب قليلا إلى المظاهرات المستمرة في تل أبيب وإلى مراسلنا وسام كبهلا بك. وسام، وسام لتضعني في صورة الوضع لديك، نرى استمرار المظاهرات من خلفك، تفضل. نعم لورين، قد لا أكون سمعت سؤالك بالضبط بسبب الضجة التي من حولي، ولكن استمعت لما تحدثتم به عندك في الاستوديو على كل ما يتعلق بالوثيقة وتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن ووثيقة التوضيحات. هذه هنا ما تشاهدينه خلفي هو إجابة على كل ما تحدثتم عنه أنتم هناك في الاستوديو. الشعب الإسرائيلي، يعني أنا أغطي الأخبار وتحديدا من هنا من وزارة الأمن، و مع تظاهرات التي يعني كانت يقوم بها عائلات المختطفين منذ بداية هذه الحرب حتى هذه اللحظة، لا أذكر يوم اثنين في مطلع الأسبوع وهو يوم عادي الذي كان فيه كمية كبيرة من المتظاهرين كهذا اليوم. وبالفعل ممكن أن نقول بأن عائلات المختطفين نجحت في الامتحان عندما طالبت بالأمس من الجميع أن يأتوا ويتظاهروا، وكان حضور ما يقارب 500,000 متظاهر في جميع أنحاء إسرائيل تظاهروا. اليوم أنا أقول لك هناك الألاف، أريد أن تشاهد الصورة بنفسك. نعم. يعني هؤلاء غاضبون يرفعون صوتهم يطالبون رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن بالمتخاذل، يطلقون عليه لقب المتخاذل، يجب أن تكون صفقة الآن. وطبعا يحاولون يعني إيصال رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية التي في هذه الأثناء في صدد التحضير لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول له منذ شهر بالمناسبة في ظل الحديث. أريد أن تشاهدي هذه اللافتة المكتوب عليها وسأترجم لك: إيقاف التضحية بالمختطفين وإيقاف قتل الأبرياء وطبعا إيقاف الحرب، كفى. هذا هو مطلب الشارع الإسرائيلي هنا. وبالفعل لورين، يعني آلاف متألفة تتحدث خاصة عن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال قبل قليل، وتحديدا بعد خروجه من فريق التفاوض الأمريكي وتحدث إلى وسائل إعلام أمريكية، قال: نحن نقترب من صفقة، ولكني أظن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني يرفع من قيمة الصفقة أو لا يحاول أن يحدث أمر إيجابي في هذه الصفقة. وكما تشاهدين الإجابة الآن هي في الشارع الإسرائيلي، حالة الغضب واضحة، ويطالبون ليس فقط هنا في تل أبيب إنما في أنحاء مدن عديدة كحتى شارع غزة حيث مقر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مدينة القدس. هناك أيضا تظاهر كبير أيضا في هذه الأثناء، وأيضا في مدينة كيساريا حيث البيت الفاره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هناك أيضا هناك تظاهرة، وأيضا هناك بعض التظاهرات في مدن كحيفا وبيت حتكفا. السؤال الأهم لورين، أنذ منذ الإعلان عن مقتل 6 مختطفين والعثور على جثثهم، تغيرت وتيرة التظاهرات التي نشاهدها في الشارع الإسرائيلي، وبالفعل أصبحت الوتيرة أكثر حدة. الشعب الإسرائيلي وخاصة منتدى لعائلات المختطفين وحراك كابلان الذي يجامع ضد الحكومة وصل إلى يعني رسالة مفادها أن فقط التظاهرات وزلزلة الشارع الإسرائيلي من شأنها أن تجلب صفقة وتضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى رئيس الوزراء الذي برأيهم هو المتسبب. نعم وسام من تل أبيب، وسام كبا شكرا جزيلا حتى اللحظة. بالطبع سنعود إليك مع كل جديد حيث تتواجه. أستاذ ميخائيل، لربما هذه المشاهد كيف ينظر إليها داخل حزب الليكود، كيف يقرأها بنيامين نتنياهو، خاصة وأنه كل هؤلاء الذين يتظاهرون في الشوارع يعتقدون كما ذكر ضيفي هنا أستاذ جاينو في نهاية المطاف الاعتبارات السياسية هي من تقود بنيامين نتنياهو، كيف تعقب؟ هناك من يعتقد هذا، أعتقد أن الأغلبية لا تتفق مع هذا، يتحدثون كثيرا عن هذه التظاهرات الممولة بالكثير من المال، لا يتحدثون عن أن الإضراب الكبير الذي تحدث عنها الجميع وقالوا أنها ستدمر الاقتصاد انهار هذا الإضراب، الجمهور رفض هذا الإضراب، الناس فتحت المحال بقوة، لم تكن هناك إضراب، تحدثوا عن أن
البلديات ستضرب، غالبية البلديات لم تضرب. اليوم تم كسر الحركة الاحتجاجية، وأعتقد أن نقابة العمال العامة أيضا تم كسرها، والناس تحاول الآن أن يعني نفهم منك أستاذ ميخال أنه لا فائدة من كل ما يجري في الشوارع الإسرائيلية. يعني أنت تقول اليوم كان إثبات لأنه الحراك الاحتجاجي أو الحركة الاحتجاجية تم كسرها، هل بالفعل يمكن القول أنه كل هذه المشاهد لا تأثير على بنيامين نتنياهو، لا يمكن أن تؤثر على نتنياهو؟ توجد أقلية في إسرائيل هي ضد نتنياهو. هذه الأقلية تعتقد كما يقول جاي بوران أن المشكلة تكمن في نتنياهو، وأن كل الاعتبارات لدى نتنياهو هي سياسية. أنا لا أعتقد أن حسابات نتنياهو هي سياسية، أعتقد أن حساباته وطنية، ولكن المتظاهرين اليوم يبعدون الاتفاق. لم ننجح حتى الآن بالوصول إلى اتفاق هي التظاهرات، لأن كل تظاهرة كهذه تشجع السنوار. نتنياهو يتحدثون أن نتنياهو والسنوار هما طرفان، السنوار هو إرهابي قاتل يجب قتله، ومن مصلحة إسرائيل ومن مصلحة الفلسطينيين والعرب والعالم بأسره أن نتخلص من السنوار. هذه التظاهرات تشجع المافيا وتشجع الإرهاب. أستاذ ميخائيل سمحت، أستاذ جاي في نهاية المطاف يقول لا فائدة من كل هذا الحراك الاحتجاجي وأنت جزء منه، يمكن القول بداية بشأن النقطة الأخيرة، وكأن هذه التظاهرات تمنع الصفقة والاتفاق. أنا أذكر السيد كلاينر أن الاحتجاجات والحراك الاحتجاجي وأنا أقول جزء من هذه الاحتجاجات بسبب الترجمة لو سمحت. كل الحرب لم نتظاهر، فقط حينما فهمنا أن الحرب باتت غير ذي جدوى، بنيامين نتنياهو قبل ستة أشهر قال نحن قاب قوسين أو أدنى من النصر على حماس، الأسبوع الماضي قتل 10 جنود في غزة، لا يعرف لا هو ولا أبوهم. ماذا يريد؟ لا يمكن بهذه الطريقة أستاذ ميخائيل، لا يمكن، لا يمكن بهذه الطريقة. نحن نعطي الجيش الفرصة، الجيش لا يستطيع أن ينتصر، يقتل جنودنا في غزة بلا جدوى. هذا الحراك نصف مليون مواطن في الشارع، أنت تستهتر بهذا؟ يخرجون إلى الشارع لأنه طفح الكيل، والجميع يعرف، وقائد الأركان ووزير الأمن وكل قادة الجيش يقولون أن مسألة فيلادلفيا هي أكذوبة. أنت وبنيامين نتنياهو الشخصان الوحيدان اللذان يقولان أن هذا الأمر حقيقي. ولكن أستاذ جاي في نهاية المطاف، هل تعتقد أنه لهذا الحراك يمكن أن يشكل ضغط على بنيامين نتنياهو؟ لأنه كما ذكر أستاذ ميخائيل في نهاية المطاف لا فائدة لكل هذه المشاهد في الشارع. أنا لا أعتقد ما تقولين في كل مكان في العالم في نهاية المطاف، عندما يوجد العين هو يتحدث عن أننا أقلية هامشية. كل استطلاعات الرأي تظهر بشكل متواصل أن 70% من الشعب يعارض نتنياهو، هذه ليست أقلية 70%، بما في ذلك نصف من أنصار هذا الائتلاف يعارضونها. بإمكانك أن تصفنا بالأقلية، لكن هذا غير صحيح، لأن كل استطلاعات الرأي في كافة وسائل الإعلام وعلى مدار أشهر طويلة تظهر أن هذه الحكومة لا تتمتع بأغلبية، لا يوجد استطلاع واحد غير قناتكم التي تخترع الأكاذيب. جملة من أستاذ ميخائيل، تفضل أستاذ ميخائيل بجملة باقتضاب تعقب. أعتقد أن من يخترع الهراء هي القنوات الأخرى. استطلاعاتنا حقيقية ودقيقة، في كل الانتخابات السابقة دائما انتصر اليسار في استطلاعات، وفي الانتخابات نحن انتصرنا. أيضا
في الانتخابات القادمة في نوفمبر عام 2026 سنثبت أن الاستعداد أكاديمي. لو سمحتم لا تتكلموا عن أن فقط نصف مليون وقليل. أنت تقول أن نصف مليون وقليل لا يخرج الجميع. نصف مليون الليكود لن يخرج طيلة حياتي أكثر من 50,000 متظاهر. وصلت الفكرة. لو سمحتم سنواصل هذا النقاش المتعلق بمصير بنيامين نتنياهو والاستطلاعات، ولكن دعونا نتوجه إلى قطاع غزة وإلى صحفي المختص بشأن الفلسطيني ضياء حسن. أهلا بك ضياء. ضياء لربما كشف بأن الإدارة الأمريكية تعمل على مقترح جديد ونهائي كما وصف لوقف الحرب بالتشاور مع مصر وقطر. كيف تقرأ الفصائل الفلسطينية هذا الكشف وما المتوقع من حركة حماس؟ نعم، يعني الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس ستنتظر ما سيعرض عليها من الوفد الأمريكي عبر الوسطاء القطريين والمصريين. حركة حماس لن تستعجل في إطار ردها على أي مقترح سيقدم لها من جديد. حماس ردت بشكل واضح المقترح السابق ورفضته بشكل واضح، وحددت وطالبت بانسحاب كامل القوات الإسرائيلية سواء من فيلادلفيا أو نتسريم أو غيرها من المناطق من أجل أن تكون هناك صفقة. وبدون ذلك قال خليل حي يعني رئيس فريق المفاوضين في حركة حماس بالأمس بشكل واضح، لن يكون هناك أي صفقة بدون ضمان الانسحاب الكامل. باعتقادي حركة حماس ليس ساذجة حتى تقبل بأي وجود إسرائيلي داخل قطاع غزة. ولكن هل هي لا تزال متماسكة؟ هل هي في مكان أستاذ ضياء يمكن القول يسمح لها باستمرار وضع شروط والتفاوض؟ باعتقادي حتى اللحظة طالما بقي لديها أسرى أحياء هي تستطيع ذلك، وباعتقادي هي استغلت فرصة الأمس جيدا من تظاهرات وغيرها وغضب في الشارع الإسرائيلي لتخرج وتؤكد، حتى أن الرسائل التي بثتها كتاب القسام مصورة ويبدو أنها ستبث فيديو جديد أيضا لهؤلاء الأسرى الستة، باعتقادي سيثير جدلا أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي. باعتقادي كلام بايدن كان واضحا عصر هذا اليوم بأن نتنياهو لا يفعل ما يكفي باتجاه إتمام صفقة أو توصل لاتفاق. باعتقادي نحن أمام مرحلة جديدة، باعتقادي نحن أمام يعني مرحلة كسر عظم. من سيكسر الآخر؟ هل حماس ستقدر وتستطيع كسر إسرائيل؟ وأقصد هنا في إمكانية تحقيق أهداف حركة حماس في موضوع الصفقة وإجبار إسرائيل على الانسحاب. أما أن نتنياهو سيواصل التعنت كما قال اليوم أنه يريد التمسك بمحور فيلادلفيا ولن ينسحب لا 42 يوم ولا 42 عاما. من الواضح أن نتنياهو يريد إفشال الصفقة، نتنياهو يتمسك بشروطه. هناك في داخل الحكومة سومتريتش وبن غفير يمنحان هذا الرجل القوة اللازمة للاستكمال الحرب ولمواصلة هذه الحرب حتى القوة أكبر يفرضها نتنياهو بنفسه على المؤسسة الأمنية والعسكرية وجالنت وغيرهم، ولذلك هو يحاول مواصلة هذه الحرب ويحاول مواصلة تحقيق أهدافه الشخصية في إطار هذه الحرب وتوسيع أهدافها وتحقيق المزيد من الإنجازات التي أعتقد أنها تتحقق. كنت أقول منذ فترة طويلة ليست بالجديدة وكررتها بالأمس وأول أمس عبر شاشتكم وأكررها اليوم، باعتقاد أن نتنياهو لا يهمه الأسرى حتى لو ماتوا جميعا. نتنياهو آخر ما يهتم له الأسرى، هذا واقع. لا أنا لا أتحدث هنا بلسان حماس أو أحد، أتحدث بلسان الواقع والمنطقة الذي يراه الجميع. نتنياهو لا يهتم لحياة هؤلاء الأسرى بتاتا، حتى المسيرات التي خرجت اليوم وأمس والإضراب الشامل والذي شل الحياة الاقتصادية في إسرائيل باعتقادي لم يكن كافيا ولن يكون كافيا. الأمر مطلوب أكبر، حراك شعبي إسرائيلي أكبر، مطلوب تعطيل فعلي للحياة والاقتصاد في إسرائيل لأيام وأسابيع ربما من أجل إجبار هذا الرجل على القبول بصفقة. باعتقاد نتنياهو يأخذ الأمر على عاتقه شخصيا باعتباره أنه هو من أدخل. وكذلك هناك من يشكك في نوايا السنوار كذلك ضياء في التوصل إلى صفقة في هذه المرحلة. باعتقادي يحيى السنوار قائد حركة حماس يريد التوصل لصفقة، يريد لهذه الحرب أن تقف ويريد أن يظهر منتصرا بصورة أخرى سواء بإتمام الصفقة بأي شكل كان. على الأقل يريد أن تعود الأوضاع إلى قطاع غزة، لا يريد أن يعود قطاع غزة إلى الاحتلال من جديد. هو يريد على الأقل في الوقت الحالي صفقة يفرج بموجب بموجبها عن بعض أو عشرات أو مئات الأسرى. في المقابل هو لا يريد لأي قوات إسرائيلية أن تبقى داخل قطاع غزة، ولذلك هو يريد تحقيق على الأقل إنجازات تبقى على ما هي ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر. لا يريد أن تعود الأوضاع كانت عليه قبل 2005 أي من قبل الانسحاب.
أي ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي أو أي صفقة والحديث عن اليوم التالي سنوار على ما يبدو سيكون لا يمكن أن يكون جزء من أي تصور مستقبلي خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. ضياء سأتوسع معك بهذا الشأن. نعم. دكتور ابقى معي ضياء لو سمح. دكتور نصير فيما يتعلق بفيلادلفيا تحديدا مصر اليوم جددت رفضها لاستمرار التواجد الإسرائيلي على هذا المحور، برأيك ما المتوقع من الدول العربية وبالتنسيق بالطبع مع الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل؟ يعني أظن بأنه استراتيجية الدول العربية هي العودة إلى 6 أكتوبر. مصر تريد إيصال المساعدات، ومصر تدرك بأن ما دام هناك وجود إسرائيلي يعني لن يتحقق أي نوع من الاستقرار. وأنا يعني أريد أن أضيف إلى ما قاله الضيفان والمعلق من غزة، هو حتى لو توقفت هذه الحرب ويعني أصبحت هناك هدنة، لا يوجد ضمانات أن تستمر هذه الهدنة في ظل هذه الخلافات الواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأيضا في يعني في بسبب الوضع الفلسطيني. أظن بأن السنوار يريد فعلا يعني يلتقط أنفاسه، ولكن الآن السنوار هو ليس لديه ما يخسر، فتم تدمير غزة وتدمير حماس، هو أيضا يخشى مما سيحصل إذا توقفت الحرب، ولذلك السنوار لديه خياران. الأول هو يعني فعلا الاستمرار بهذا العنف، لأنه من الواضح بأنه يشكل مشكلة لإسرائيل غير التي يعني هي غير متعودة على أن تكون جزء من الشرق الأوسط والدمار في الشرق الأوسط، وتتحول إلى دولة تشبه سوريا أو تتحول إلى دولة تشبه أفغانستان فيها قتال لا يتوقف. إذن السنوار يعلم بأن إسرائيل وهؤلاء المتظاهرون هم يعني يريدون لإسرائيل أن تكون دولة معزولة عن الشرق الأوسط، وكل هذا كل هذه المحاولات أظن بأنها حتى لو حصلت هناك هدنة سنعود إلى المربع الأول، وهو هل هناك أفق سياسي للتعايش بين إسرائيل والفلسطينيين؟ هل ستقبل إسرائيل بحماس أن تعود بشكل من الأشكال؟ كل هذه الأسئلة، ما هو أفق هذه الهدنة؟ كل هذه الأسئلة وبكل أسف لا يوجد إجابات عليها، وما نراه الآن هو محاولات من السنوار ونتنياهو أن يجر العالم وأمريكا والعرب والفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب مطولة يقضي أحدهما على الآخر، وواضح بأنهما حتى هذه اللحظة لا يوجد لديهما دعم للقيام لتحقيق هذه الأهداف، ولذلك ستستمر هذه الحرب حتى يكون هناك أفق سياسي للحل بعيدا عن هذه التحقيق هذه الأهداف العسكرية. نعم، تريد تعقيب أستاذ جاي باقتضاب؟ أنا أريد أن أذكر، أنا أوافق مع الضيف، أريد أن أذكر السيد كلاينر أن ما يحدث الآن في غزة هو ما قال لنا الليكود بشان الحرب في لبنان، أننا نقترب من الانتصار ونقترب من الانتصار، وفي لبنان على مدار 18 عام 1000 جندي إسرائيلي قتلوا، وفي نهاية المطاف اضطررنا للانسحاب إلى الحدود الدولية. ما يحدث الآن في غزة هو الأمر ذاته، أحاديث من الليكود وقيادته عن حرب تأتي قريبا، وهذا أستاذ ميخائيل قبل أن تعقب على هذا الموقف من قبل ضيفي، أتوجه إلى شمال الضفة الغربية وإلى مراسلتنا إسراء الزير. إسراء أهلا بك، نعلم أن التحركات أو الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة مستمرة لليوم السادس على التوالي، ما هي آخر التحركات لديك؟ لا زال الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال يشتبك مع الشبان الفلسطينيين في مخيم طول كرم، حيث اقتحم هذا المخيم بحوالي 12 آلية عسكرية وثلاث جرافات من نوع D9، ثلاث جرافات أخرى من نوع العجال في داخل المخيم. الاشتباك الآن هو عبارة عن إطلاق للرصاص الحي المتبادل بين القوات الإسرائيلية من جهة وسرايا القدس وكتائب القسام من جهة أخرى. الحديث يدور بأنه سمع دوي انفجار ضخم عند منطقة في وسط مخيم
السلام طول كريم. حتى هذه اللحظات ننتظر الوقت القليل القادم، إما إذا كانت كتائب القسام أو حتى سرايا القدس سوف تتبنى انفجار عبوة ناسفة. حتى هذه اللحظات تم انفجار عبوة ناسفة باتجاه جرافة من نوع D9 عند محور المدارس بحسب سرايا القدس. كتائب القسام من جهتها أخذت عن سرايا القدس إطلاق الرصاص الحي باتجاه القوات المتوغلة بحسب البيان الذي تم نشره في الساعات الماضية عن كتائب القسام. بين هذا وذاك أيضا يرصد تعزيزات عسكرية في طريقها إلى مخيم طول كرم في الوقت الذي يحاصر فيه الجيش الإسرائيلي مستشفيي ثابت وأيضا مستشفى آخر حكومي في داخل هذه المدينة، علما بأن الجيش الإسرائيلي عمل على إبلاغ الارتباط في طول كرم بأنه قطع التيار وقطع المياه عن المخيم إلى جانب قطع التيار الكهربائي. صورة واضحة من قبل خبراء فلسطينيين تحدثوا لي بأن هذا هو أسلوب إسرائيلي لكي يضغطوا على الشبان المشتبكين لتسليم أنفسهم للقوات المتوغلة، علما بأن هذا هو التصعيد على المستوى العسكري. ولكن هنالك تصعيد آخر يشهده وتشهده مناطق متفرقة في شمال الضفة الغربية، ولكن من قبل المستوطنين الذين في الدقائق القليلة الماضية اعتدوا على أحد الفلاحين الفلسطينيين الموجود عند عقربة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، عقربة ذاتها التي تعرضت أيضا لاعتداء من قبل المستوطنين في ساعات الصباح الأولى. عملوا على سرقة 300 رأس غنم وفق مصادر محلية إلى جانب إشعال النيران بقرية اللبن الشرقية وفق آخر المعطيات. هذا بين هذا وذاك نعم كانت قد تحدثت صحيفة هآرتس بأن الضربات الإسرائيلية من جهة واعتداءات المستوطنين سوف تعمل على تحفيز الفلسطينيين باتجاه انتفاضة ثالثة، بالوقت الذي حركة السلطة الفلسطينية فتح ترفض احتواء المشهد عبر إجراء مصالحة مع حماس أو الجهاد، علما أن الكاتب والصحفي في صحيفة هآرتس كان قد تحدث بأن السبيل لاحتواء المشهد في الضفة الغربية هي مصالحة وطنية بين حماس من جهة وفتح من جهة أخرى لتوقف الضربات الإسرائيلية من جهة واعتداءات المستوطنين من جهة أخرى. نعم، من شمال الضفة الغربية إسراء زير، شكرا جزيلا لك إسراء. أستاذ ميخائيل، أردت التعقيب على ما طرحه ضيفي هنا أستاذ جاي الذي قارن لربما ما يجري في قطاع غزة بكل تعهدات الليكود حينها عندما كانت الحرب في جنوب لبنان. في لبنان القصة كانت مختلفة. أعتقد أن هروب براك من لبنان ألحق ضرر كبير بإسرائيل، لكن الجميع أيد هذا الانسحاب. ربما بعض الأفكار التي جاءت لسنوار هو بسبب هروب الجيش من لبنان بقيادة أهود براك البطل الكبير، ولكن الضيف الذي تحدث قبل نحن نريد أن نبحث عن طريق نعيش مع الفلسطينيين الطوقون للسلام. للأسف ما يحدث اليوم في الضفة الغربية يثبت فشل السلطة الفلسطينية، لأن هي التي كان من المفترض أن تحارب الإرهاب وإرهاب حماس في مخيمات اللاجئين، وللأسف هم لم يجروا على الدخول إلى المخيمات. لأن إسرائيل هي من أضعفت السلطة يا أستاذ ميخائيل، الجميع يعلم هذا. لو أرادت إسرائيل تقوية السلطة الفلسطينية في معظم مناطق الضفة الغربية لاستطاعت أن تدخل بالتنسيق مع إسرائيل، ليس كذلك بيبي نتنياهو؟ لو سمحت أستاذ جاي. نحن دعمنا السلطة الفلسطينية حيث عملوا، هم لم يجروا إلى الدخول إلى مخيمات اللجوء. السلطة ليست الحل في غزة، يجب أن يكون حل ديمقراطي فلسطيني داخلي في غزة. لذلك حماس ليست شريك، يجب الإطاحة بحماس. أنا أفضل أن تنهار حماس باتفاق. ولكن أنت طيب، حتى الشارع الإسرائيلي يتفق معك أستاذ ميخائيل فيما يتعلق بأنه يجب الإطاحة بحركة حماس، ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية، حكومة بن غفير، سموتريتش ونتنياهو، لا تريد أن تبحث عن حل يا أستاذ، ولكن على ما يبدو هما يقودان بنيامين نتنياهو. ولكن اسمح لي أستاذ ميخائيل، هناك من يقول أن هذه الحكومة لا تبحث عن حلول، هي تريد العودة
احتلال قطاع غزة، تدمير وتقسيم الضفة الغربية، ألا توافق هذا الطرح؟ وألا تدل التطورات على أن هذه الاستراتيجية هي التي تتخذ؟ لو سمحت أستاذ جاي. نعم. يمكن أن نرى الأمور ليتم وضع خطة على الطاولة على نزع سلاح الضفة الغربية وتغادر حماس القطاع، وسيتم حل مسألة محور فيلادلفي، وحينها يمكن العودة إعادة كل المختطفين، لأنه لا يمكن أن نقبل بل من أجل الإفراج عن 20 مخطوف أن نحكم بالإعدام على باقي الإسرائيليين. لذلك ستكون هناك اتفاق نهائي حينما لا يكون حماس في غزة، حينها ننشئ السنغافورة التي تحدثنا عنها. طيب تفضل. أنا كل مرة أصعق من هذه السردية. أستاذ ميخائيل، لا يمكن بهذه الطريقة، لو سمحت. פתאום, על זה שכל העולם יודע, כל העולם, שהקונספציה של בנימין נתניהו הייתה להזרים מיליארדים לחמאס ולהרוס את הרשות הפלסטינאית. כן, רגע! أستاذ ميخائيل سأعطيك أن تعقب لو سمحت، لم يتبقني الكثير من الوقت. رجع. قطر التي أرسلت أموال ليس نحن. أستاذ ميخائيل، ولكن أستاذ ميخائيل لو سمحت، لا يمكن بهذه الطريقة، المشاهد لا يفهم بهذه الطريقة. ستعقب بدورك، تفضل أستاذ ميخائيل. صريح لصوت كمو بديبيت شل بايدن شالميكروفون شلو نسجار بزمان شالميكروفون. تفضل أستاذ ميخائيل. كل العالم يودع שבנימין כל נתניהו العالم יעלה אני נתניהו סמח בארסל המיירות לחמאס אוסטנדיחה לסדורה لا يمكن تغييرها وقام بذلك من اجل كسر السلطه الفلسطينيه التي تعاونت معنا امنيا بشكل لافت ورائع الحل في هذه المرحله بعد كل لا يسمح. يعني نحن في مرحله يمكن القول هناك خلط للاوراق، هل بامكان ما الذي يعني يمكن للحكومة الحالية أن تفعله فيما يتعلق بتقوية السلطة الفلسطينية وكإدخالها إلى قطاع غزة؟ لا أنا بسفاش الدفاع إن نتصليح نهاية المطاف، إن نجحنا في غزة بوقف الحرب التافهة التي يصر عليها الليكود، سنصل إلى حل متمثل بقوات أجنبية. يجب أن يبقى هناك فلسطينيون، لن يدير السويديون غزة، سيديرها الفلسطينيون، ليس السلطة الفلسطينية الحالية، السلطة أخرى بأموال أمريكي. وأعتقد أننا أنا وقلينا لا نختلف عن في هذه الجزئية، لكن الفلسطينيون هم سيديرون، وحماس يجب أن تختفي عسكريا، وحاليا قدرتها العسكرية تراجعت كثيرا. الإصرار على القضاء على الحمساوي الأخير هذا خطأ، لأنه يتم ولادة الحمساويين يوميا بوتيرة أكبر مما نقتل نحن أعضاء حماس، ولكن لأسفنا يقتل الحمساويون أيضا جنودنا، ونحن نشهد تكرار نموذج ما حدث في لبنان. يجب وقف هذه الحرب بقبول الخطة الأمريكية التي وضعت على الطاولة وتأيدها السعودية ويأيدها الأردن وتأيدها مصر وكافة الجمهور الإسرائيلي. من لا يدعم هذه الخطة هم سموتريت وبنغفير الذين يمسكون بنتنياهو. نعم أستاذ ميخائيل سأعطيك أن تعقب بعد قليل، أريد تعقيب كذلك من دكتور نصير. دكتور نصير، يعني هل يمكن في هذه المرحلة الحديث عن الخطة الأمريكية الشهيرة المعروفة تطبيع مع السعودية عبر الباب، أو يمكن القول إن صح التعبير إنهاء الحرب عبر الباب السعودي؟ هذا هو الحل الوحيد، وغير ذلك ستتحول إسرائيل إلى دولة شرق أوسطية فاشلة تقاتل على كل الجبهات. وهذه مشكلة. أظن بأنه السيد بايدن يطرح حلا لإنقاذ إسرائيل والفلسطينيين من هذه الورطة، ولكن بكل تأكيد يعني ما يتحدث به السيد ميخائيل هو يشرح سبب الوضع الآن. عقود طويلة وإسرائيل تقوي حماس عن طريق السماح لها بالحصول على المساعدات وبناء الأنفاق، وتضعف الشريك الفلسطيني المعتدل، واليوم يقولون نريد أن نقضي على حماس. من الواضح بأن استراتيجية إسرائيل
هي استراتيجية فاشلة وأوصلت إسرائيل اليوم إلى أن تتحول إلى دولة تشتبك مع كل جيرانها. إذن الحل الوحيد الذي سيدركه الإسرائيليون والفلسطينيون ولو بعد ولكن حين تشتبك بعد لأنه الجميع يعلم أن هناك مشروع إيراني في المنطقة يريد أن يرى إسرائيل في المرحلة الحالية التي نشاهدها، ليس كذلك؟ نعم هناك مشروع إيراني، ولكن الرد عليه هو ليس بالتصعيد العسكري ومحاصرة الفلسطينيين وسرقة الأراضي. الحل الرد عليه أن يكون هناك شريك فلسطيني حقيقي تدعم إسرائيل ويدعم المجتمع الفلسطيني والولايات المتحدة ليحل محل حماس التي اختطفت الشارع الفلسطيني. نعم. لذلك أظن بأن الحل يجب أن يأتي من الشعب الإسرائيلي الآن، وهو تغيير طريقة التفكير بالفلسطيني. يجب أن يكون هناك فلسطيني معتدل ليحل محل إيران وحماس والإخوان المسلمون الذين يريدونها حربا إلى يوم لكن الدين. لكن يبقى السؤال، إذا الإسرائيلي يعتقد أن هناك شريحة معتدلة في الشارع الفلسطيني دكتور نصير في هذه المرحلة وبعد كل هذه التطورات؟ والله كان هناك شريحة واسعة يعني، ودبكوا ورقصوا في الشوارع أيام عرفات عندما كان هناك حل الدولتين، وعندما كان هناك حديث عن مستقبل الفلسطينيين. ولكن اليوم عندما يكون هناك نصف مليون مستوطنة، نصف مليون مستوطنة، فكيف تطالب بشريك فلسطيني؟ يعني الشعب الفلسطيني ليسوا مجموعة أغبياء، نصف مليون مستوطنة، وتقول بأنك تريد أن لا يتجهوا إلى دعم الإرهاب. من الواضح بأن السيد ميخائيل والليكود يشكلون مشكلة وعقبة، وهذا لا يقلل من خطورة حماس والمشروع الإخواني الذي أيضا ينادي بدولة من البحر إلى النهر وغيرها من الخزعبلات. نعم السياسية. نعم. التي دمرت الشعب الفلسطيني. لنعطي أستاذ ميخائيل يعقب، تفضل. أنا أريد أن أذكر أنه في العام 2005 في حكومة أرييل شارون التي فككت المستوطنات اليهودية في قطاع غزة وأخرجت جنودنا حتى آخر جندي من قطاع غزة، حتى قمنا بإخلاء المقابر ونقلنا القبور إلى داخل عمق إسرائيل وأعطينا المفاتيح ليس لحماس ولكن للسلطة الفلسطينية في 2005، والذي حدث أن السلطة الفلسطينية التي أعطيناها مفاتيح قطاع غزة هزمت على يد حماس، ألقي عناصرها من أسطح البيوت وقتل الفتحويون، وسيطر حماس على الحدود وكل الموظفين سيطرت لهم حماس، وقطر أرادت نقل الأموال ليس للإرهاب كما يقول جاي، وكأن كنا نعرف أن هناك أنفاق ومولنا الأنفاق هذه كذبة. الأموال ذهبت لتمويل المدرسين والأطباء في غزة لأن حماس أدارت هذه الحكومة التي سيطرت بالقوة. لا لا لو سمحتم. إذن كيف تم تمويل الأنفاق من الهواء؟ هي مولة من هذه الأموال إسرائيل باستخباراتها. نحن لم نمول الأنفاق، مولنا الأطباء والمدرسين. نتنياهو يش مدين شيودا بديو. نتنياهو لديه استخبارات تعرف أين تذهب المال. لم يتبقى لي الوقت، أريد تعقيب. جاي لا تخترع. طيب أنهي مع ضيفي من قطاع غزة أستاذ ضياء. أستاذ ضياء برأيك كيف ينظر الشارع الفلسطيني تحديدا سكان قطاع غزة إلى هذا النقاش داخل إسرائيل؟ نعم يعني هنا السكان يتابعون باهتمام بالتأكيد ما يجري من مسيرات، ما يجري من احتجاجات حتى وتعطيل الاقتصاد هذا اليوم كان من قبل الهستدروت أو غيرهم. نعم. باعتقادي لكن لا يوجد تعويل حقيقي على ما يجري. هناك يعني حالة من اليقين لدى السكان هنا في قطاع غزة وحتى لدى الفصائل بأن نتنياهو لا يشعر بأهمية ما يجري، لا يهتم بما يجري، كل ما يهم مصالحه، وهناك من يدعمه كما قلت بن غفير وسومتريج داخل الحكومة الإسرائيلية، ولذلك هو يجد من يدعمه ومن يقف معه، ولذلك لا يرى أمامه أحدا. يعني هذه الحقيقة باتت موجودة وهي حقيقية وواقعة على بالمنطق وبالصورة وبكل المشاهد التي ممكن أن نراها. نتنياهو لا يرى أحد أمامه، ولذلك هو مستمر في هذه الحرب، غير مقتنع بما يجري من حوارات، غير مقتنع بما يجري من مفاوضات. يعني اليوم كانت يدعوت أحرنوت قد أظهرت بالوثائق أسماء ثلاثة على الأقل. نعم. من الأسرى ممن قتلوا في
في النفق، كان ضمن الأسماء التي قدمتها حماس لإسرائيل في مايو أيار الماضي، لكن نتنياهو عاد وتراجع عن اتفاق مايو وبدأ في سرد اتفاق جديد وقدمه في يوليو تموز الماضي. ولذلك نحن نتحدث عن تعنت إسرائيلي واضح، ولذلك هنا السكان يشعرون بأن هذا التعنت موجود. أستاذ ميخائيل، لا يمكن أن نستمع بهذه الطريقة لو سمحت. نعم تفضل ضياء، أكمل باقتضاب. تماما أن نتنياهو لا يريد إنهاء هذه الحرب ويبحث عن مصالحه الشخصية، وباعتقاد من يدافع عن نتنياهو هو يميني مثله متطرف، هو يريد قتل العرب ويريد قتل الفلسطينيين ويريد قتل كل فلسطيني هنا في قطاع غزة وفي غير قطاع غزة. ما يجري في الضفة ليس بعيدا عن ما يجري في قطاع غزة، لكن في الضفة تجري حرب بأقل ربما قوة، أقصد هنا تدميرية على الأقل باستخدام الطائرات الحربية. هنا الطائرات الحربية تدق بنا كل وقت، لكن هناك ما يستخدم فوق الطائرات الاستطلاع الصغيرة التي تطلق هنا قذيفة وهنا قذيفة، لكن هي في نفس إطار الحرب في نفس إطار الهجوم. باعتقادي نتنياهو يتبنى رؤية سموتريتش وبالغفيل للسيطرة على الضفة الغربية، باعتقاد الضفة الغربية هي المركز الأهم بالنسبة لإسرائيل بالفعل. على مستوى ونكتفي بهذا القدر لو سمحت لي. لم يتبقى لي الوقت، وبعد قليل ستكون هناك كلمة هامة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضوء كل ما يجري في جميع الجبهات، تحديدا فيما يتعلق بالمظاهرات المستمرة في إسرائيل كما رأينا بعد استعادة الجيش لستة جثث لمختطفين من أنفاق حركة حماس. ضياء حسن صحفي مختص بشأن الفلسطيني من قطاع غزة، جاي إبوران طيار سابق في سلاح الجو الإسرائيلي، دكتور نصير العمر المحلل السياسي، وميخائيل كلاين رئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذا المساء، إلى اللقاء.